يبدأ برسالة إلى من لا يهمه الأمر. هذا الطفل البريء ضحية إحدى عصابات الخطف في تكريت، اختطفته بدم بارد وقتلته بدم أكثر برودة. وأعتقد أن كل من سيراه سيذرف دموعا تليق بحجم البراءة في وجهه والإجرام والانحطاط والسفالة في وجه قتلته. أي ضياع و أي همجية وقذارة قادت ثلة من السفل لتختطف وتقتل هذا الطفل. أيها الآباء والأمهات، تخيلوه ابنكم، تخيلوا أن بنيان الله وبكل ما فيه من براءة تهدمه يد الغدر والرذيلة. أما عن القوات الأمنية في تكريت وبمختلف صنوفها، فأقول لكم إن ما حل بهذا الطفل يثبت أمرا خطيرا، وعليكم أن تراجعوا خططكم وتصريحاتكم. وفي الأولى، ونعني خططكم، نحن لا نعي شيئا فهو شأنكم، أما ما بين القوسين وأعني تصريحاتكم فهو عملنا كإعلام حر، ونسأل الله الصبر. نسخة منه إلى السيد رئيس الجمهورية المحترم، والسيد رئيس الوزراء المحترم، والسيد رئيس مجلس النواب المحترم، والسيد وزير الداخلية المحترم، والسيد وزير الدفاع المحترم، والسيد قائد عمليات صلاح الدين المحترم، والسيد قائد شرطة صلاح الدين المحترم، والسيد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين المحترم، للتفضل بالاطلاع أن أرواح الناس أمانة في أعناقكم، مع التقدير.